سلام البنات الغزالات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين. هاد النهار غادي نديروا البسطيله ديال الحوت. البنات، اول حاجه غادي نوريكم المقادير. عندنا الحوت هبرة، جوج انواع، كاين هذا وكاين هذا، يعني زوج ديال الانواع. يعني ديروا نتوما حسب الشخص، يعني حسب الاشخاص. انا حنا ماشي بزاف، ما كثرتش شويه. يعني درت الكروفيت، الكالامار مقطع هنايا، درت الشومبينيو، الزيتون هنايا، درت الاخرى درت فيها القزبر هكا مقطع، درت فيها العطريه، الزيت، الليم، الليم يعني عصير ديال الليم، درت الليم مصير عاوتاني، ودرت العطريه. نقول جميع يعني العطريه ديال الحوت درتهم يعني، وهذا ما كان يعني، وطحنتهم البنات، والزيت وطحنتهم. هنايا الشعريه الصينيه، وغادي تشوفوا شنو غادي ندير لها يعني طريقه. وهذا هنايا باش غادي نزينوا البسطيله ديالنا. اول حاجه البنات غادي ندير معلقه ديال الزيت مخلطه ما بين زيت العاديه وزيت الزيتون، وغادي نديروا الحشوه هذيك اللي طحناها ديال القزبر والعطريه والليم مصير والليم الاخر، غادي نديروا بها جوج معالق هكا حتى ثلاثه. المهم غادي نخلي لكم لا غوسيت في صندوق الوصف البنات. واخا دابا البنات غادي نديروا فيها كالامار ديالنا، يعني البنات نتوما غادي ديروا حسب يعني شحال نتوما الاشخاص في الدار غادي يعني تكثروا الحوت. يعني انا حنا ماشي بزاف، علاش ما كثرتش؟ غادي ندير بسطيله كبيره كاع يعني مويا، ولكن الا الواحد كان بزاف يديرها كبيره، الا كان الاشخاص في الدار بزاف. المهم كما راكم تشوفوا البنات ما طابوا الكالامار ديالنا، ما تخليهمش يعني بزاف كاع، ميم با بخمس دقائق هكا. غادي نحطهم في واحد البلاصه اللي غادي نخلطو فيها. دابا البنات غادي عاوتاني نوليو نديرو الزيت، شويه زيت، وغادي نديرو داك الخليط ديال اللي درنا. غادي نديرو دابا الكالامار ديالنا البنات، ها الكروفيت ديالنا، سمحوا لي ندير الكروفيت. حتى هو يعني ما غاديش طيبوه بزاف، حتى هو ما كيبغيش الطياب يعني البنات. كما راكم تشوفوا البنات هو هو دابا كمل تحت، هو تشحر هو كيما قلت لكم ما يبغيش الطياب بزاف. يعني البنات كبيتو على الخليط الاول يعني كاع نجمعوهم في خطره. دابا غادي نديرو الزيت معلقه، غادي نزيدو الخليط الاخر اللي درنا. ودابا غادي نديرو الحوت البيض هبرة، غادي نخلطو مزيان. ومرحبا بالبنات الجداد عندي في القناة، مرحبا بكم، واللي كانوا ديجا عندي مرحبا بهم عاوتاني. وشكرا البنات على التتبع ديالكم للقناة ديالي، واللي مازال ما دخل القناة يدخل القناة ديالي شين أم مالك، يعني فيها حوايج كلشي متنوعين، الطبخ، المشتريات، الفلوغات، يعني كلشي تلقاو تما. ونتمنى تعجبكم القناة ديالي البنات،
واللي مازال ما اشتركش يشترك لعندي ويضغط على الجرس باش يوصلوا اي فيديو درتو، وديروا لي لايك البنات ما تنساونيش تدعموني يعني، وشكرا البنات على التتبع ديالكم. المهم غادي نخاو على هذا الحوت هكا حتى انا يطيب هو ونحيدوه. كما راكم تشوفوا البنات ها هو هذا الحوت الهبره، هذا شكله بحال غوز ماشي بيض، البيض هو هذا، هذا بيض الاخر بحال جاي غوز. المهم هو حتى هو طاف كما قلت لكم ما كياخذوش الوقت. دابا غادي نولي ندير الاخر البنات. وغادي ندير الاخر غادي توا نخلطوه كما كنديروا كاع العناصر، غادي في التالي كاع غادي نجمعوهم باش غادي نديروا. المهم الخطوه اللي غادي نديرها غادي نبينها لكم البنات. كما راكم تشوفوا البنات ها هو هذا صافي وجد الحوت الاخر. يعني هادو ما يبطاوش في الطياب يعني كاع كيبغي في ساعة يطيبو. دابا غادي نديرو مع خوتو البنات. دابا غادي ندير الشامبينيو نخليه حتى هو يطيب. كما راكم تشوفوا البنات هو الشامبينيو حتى هو دار يعني طاب. دابا غادي نديرو الزيتون مقطع. نوليو معكم كما راكم تشوفوا البنات هو الزيتون حتى هو تشحر كاع، دخلت فيه ديك التشميله اللي درناها. انا كبينا على الخلاط ديالهم. دابا غادي نديرو غنديرو الشعرية الصينية، درناها في الماء ورانا غادي نحطوها البنات. درناها في الماء طايب وخليناها تما 7 دقايق، ودابا غادي نديروها حتى هي هنايا. البنات اللي بغى يدير لاصوص صوجا ولا يديرها، انا ما عنديش لاصوص صوجا علاش ما درتش لاصوص صوجا يعني، ولا الهريسه عاوتاني اللي بغى يدير الهريسه يديرها كتجي زوينه يعني بالهريسه يعني جي. ولكن انا ما درتش الهريسه على حسب بنتي كما كنقول لكم يعني، وحتى يعني بلا هريسه كتجي زوينه. واللي معاوتاني يعني الحامض تكثروا فيها شويه الحامض تجي زويونه، تجي بحال حامضه وهكا تجي زويونه.
شو البنات، مهم ندخلو فيها كاع هاد الشرميلة اللي درنا، ندخلوها في الشعرية الصينية مزيان تدخلنا يعني فيها كاع تقيس يعني بعضياتها. مهم البنات هاي حتى الشعرية الصينية ديالنا تنكتايا وجدت، غادي نديروها مع الخليط الاخر. البنات كما راكم تشوفوا البنات هاي الحشوة دابا غادي نخلطوها كاملة، راه شوية سخونة عاد ممكن ما تخليوها تتبرد. عاطية ريحة زوينة يعني، يجربوها البنات تجي زوينة. تخلطوها كاملة هكا وبالتالي تخليوها تبرد وتعمروها. كما راكم تشوفوا البنات دابا غادي نصلحوا البرقه ديال البسطيله. كان اليوم غادي ندير هذه، غادي نجربها اول مره جابها لي راجلي هذه، غادي نجربها ونشوف كي دايره البنات. غادي البنات ندهنوا الورقه ديال البسطيله كامل باش ما تيبسناش يعني، ضروري ندهنوها تجينا مقرمشة. نديروها نديروها هكا وحده في الوسط، نتمنى البنات تكون تبالكم. دابا غادي نديروها هكا، نبقى ماشيين وحده وحده حتى نكملوا الدور البنات. غادي نبقاو ماشيين على هاد المرحله حتى نكملوها البنات صافي. ودابا البنات رانا غادي نديروا الحشوه ديالنا اللي درناها. غادي نسرحوها في كاع الجناب، البنات يجربوا هاد البسطيلة تجي صراحة بنينة. ونتمنى البنات تكتبوا لي تعاليق لتحت تقولوا لي كي جاتكم، ولا غادي تفرحوني يعني من تكتبوا لي التعليقات تفرحوني. شوف البنات دابا اللي بغى يدير الفرماج رابي يديره، يعني اللي بغى يدير يدير، اللي ما بغاش ما يديرش.
راندير شويه عندي شويه يا مان عاش نكتب شو هالبنات كي درنا دركا دابا البنات غادي نبداو نطويو الورقة ديالنا شو البنات جي يعني جي سهلة ماشي صعبة يجربوها ما شي صعيبين دابا غادي نديرو فوق واحد اخرى عشان ندهنوها عندنا وحده البنات هكا من الفوق ودابا غادي نجيبو وحدين غادي نبقاو نسرحوهم من تحت يعني ندوروها عليها من تحت يعني ندوروها عليهم في الجناب المهم غادي تشوفوا الطريقه باش تفهموا مزيان دابا البنات غادي نديرو هكا نبقاو نحاولو ندخلوها عليهم من الداخل ندخلو لتحتا نتمنى البنات تكون تبان لكم كما كتشوفوا البنات دابا رانا كملناها غادي ندهنوها بالزيت من الفوق وبلاتي يقرب الوقت عاد ندخلها تطيب نديرو كاع في الجوانب بالزيت باش تحمر البنات غادي من طيب ولا غادي نزينوها بالكروبات ونزينوها بالليم البنات صافي مهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديال الحوت اللي قدمت لكم نتمنى البنات تشتركوا معايا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو لكم ونتمنى البنات نكون عند الحسن الظن ديالكم وشكرا على التتبع ديالكم ليا والبنات اللي مازال ما زاروا القناه ديالي زوروا القناه ديالي شين ام مالك ونتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم والاحباب باش تشجعوني ونزيد من الفيديوهات وما تنساوش البنات ديروا لي لايك وشكرا على التتبع يلا سلامه